دوب ما صارت انتخابات لولا نتاع 2011 وغلبوا الاسلاميين ب 40% والمؤتمر والتكتل بعد كلكم نسمعوا في لغه ثم اغلبيه صامته، هذه ماهيش انتخابات، هذه ما نعترفوش بها، فما اغلبيه صامته اللي انا نحكي بالمنطقه الاخرين راهو مش منطقه تاعي انا ما نامنش بها هذه، انا امن بصندوق بانتخابات وبديمقراطيه، لكن حبيت نلفت انتباه برك باش تعرفوا المانيبيلاسيون فين تبدا، خاطر سي غراف اذا ما نحكيوش بلغه الحقيقه، اذا ما نحكيوش ثم بالضبط اكزاكتومون عمرنا ما نتقدموا، ثم لغه الاغلبيه الصامته، وقتها خرجوا قال لك لا اللي صوتوا كلهم شي يجيو ما يمثلوش الشعب، هما جزء من الشعب، اكثر من 80 ما صوتوش. اليوم في الانتخابات هذه الاغلبيه صامته اكثر، لكن للاسف ما سمعت حتى حد يقول لك لا ماذا، لانه مش في موقع نتاع صفر فاصل المره هذه، كي جاوا في موقع صفر فاصل راهم قالوها، فقط لفت انتباه باش ما جايين نتعلموا الديمقراطيه على قواعدها، هذه الاولى. ثاني تقول الانتخابات هذه كاينها ناس علاش انفعاليه مش تعقل، لانها تبع العقل تلقى غيزونمون، ما ثماش غيزونمون. كي مش نقولوا لي عاقبوا الترويكا تنقولوا شوف النهضه كمان في 30 مش شويه، المؤتمر التكتل مش وحده، هاو الجمهور وهاو المسار اللي يوقف مع نداء وطلعوا، هاو كيفاش عاقبوه؟ ما نعرفش علاش عاقبوه، دونك ماهوش عقاب. كي تقول حنوا للماضي، صوتوا للماضي، صوتوا نداء تونس لانه التجمع، نقول لك لا سامحني، هاكا عندك تساترة ما صوتولهمش، هاكا عندك كامل مرجان ما صوتولوش، دونك وين المنطق هنا؟ غايب المنطق، غايب المنطق، تفسيرك دونك التفسير نتاعي انه الناس فدت وانه لعبوا بهم وانه كي مش واصلوا هذا باش يمشوا فيه هاويه بالحق. شنو لعبوا بهم؟ لعبوا بهم، هذا قلت شو اللي لعبوا بهم، عدنا في المجلس وما نعرفش قاعد يصير في المجلس، ثم لاعب صار على السلطه بين راسين بين النهضه والنداء قبل ما يطلع النداء على الساحه، صار اخسلمون على الحكومه، صار ضغط، صار هرسله، الحكومه ما عرفتش تتصرف، تلهيت في روحها، حط لي ولدي من هنا، حط لي عمي من هنا، حط لي ولد خالتي من هنا، هذا الاول، الاخر يجي معايا نعطيك كذا تاخذ كذا، ما عرفوش يتعامل مع الوضع وقتها الجديد اللي وقتها كانت تونس قابل الاصلاح، كانت الناس هذوما توا اللي هزينا عاملين فيها هما دعاة الحريه بين قوسين اللي عمرهم كم في الاستبداد، اليوم لابسين شعار الحريه، ما كانش تشوفهم لو كانت الترويكا وقتها مشيت في منهج الاصلاح. فشت هي من هنا ملي دخلوا اعتصامات اضرابات، ذكروها دخلت الحكومه هنا على اضرابات نتاع وزاره الماليه وقتها، خاطر السي الباجي قبل ما يخرج زادهم كل واحد 70 دينار. قامت هكا وزاره الشؤون الاجتماعيه اضراب، الاخرى اضراب، تشجيع على الاضرابات، الاتحاد دخل، ومن هذا كان معناها سامحني وين اللغه اللي نسمع فيها نهارين؟ توا لا توا يحب لنا 10 15 سنه، توا يلزمنا نخدموا، ما زال قلتوا قبل. وين بلادك وقتها؟ انا معاك توا يلزمنا نخدموا، انا معاك توا يلزمنا اضرابات، انا معاك توا راه كل نهار نخسروا عمل راهو في خساره الشعب هذا، اما وين قبل؟ نزيدوا تويكا، توا واش باش يصير؟ توا شنو عندك باش يصير؟ شنو عندك؟ عندك منظومه قائمة هي بيدها، هي منظومة فاسدة رجعت تشكلت في شكل ثوب جديد، باش نكونوا واضحين اللي بيصلح البلاد يسمها اصلاحات، كيفاش واحد مورط في هذا باش يقوم يصلح؟ كيفاش نظام تاع قرن تاع استبداد نص قرن تاع استبداد اليوم تطلب منه باش يكون ديمقراطي في دولة ديمقراطية؟